بوعدي لك. لقد تبعني غلام من بلدي يختبئ الآن في بيت صديق لي هنا، وكل ما أريده منك أن تحضر لي هذا الغلام كي أقول له وصيتي لأهلي قبل أن يأمر الخليفة بقتلي. حسنا، أعطني عنوانه وسيكون عندك في الصباح إن شاء الله. ها، هل أعجبك الثوب؟ أجمل من الثوب الذي اشتريته لك في دمشق. ماذا تفعل؟ أنت من الآن حر طليق، سأخذك نائبي على ظهر هذا الجواد إلى خارج المدينة، وستهرب عائدا إلى دمشق، وهذه 10,000 درهم ستكفيك طيلة الطريق، وقد أحضرت لك أيضا ما يكفيك من طعام وشراب وملابس في هذه الصناديق. ولكن الخليفة سيعاقبك على تهريبك لي وربما قتلك. لا عليك، أنجو بنفسك أولا ثم دعني وشأني، إنه وعد قديم وعدته لك ولا بد أن أوفيه الآن. لا والله، لن أكون سببا في موتك. قلت لك أنجو بنفسك واهرب سريعا قبل أن يصل رجال الخليفة إلى هنا. اسمع، سأظل مختبئا عند صديقي هنا حتى أطمئن إلى أن الخليفة لن يؤذيك بسببي، فإن عرفت أن الأمر قد مر بسلام هربت إلى دمشق، وإن عرفت أنه أمر بقتلك فسوف أسلم نفسي له وأقتل بدلا منك. ماذا تقول يا عباس؟ والله يا مولاي ما قلت لك سوى الحقيقة. هربت السجين الذي سلمته إليك؟ كان لابد أن أوفي بوعدي له، فقد حكيت لك ما فعله معي في دمشق. إنه مجرم. مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقود فتنة ضدك يا مولاي في دمشق، أنا واثق من براءته. هل تعرف جزاء ما فعلته؟ ربما أمرت بقتلي، ولكن وعدي لنور الدين كان دينا علي ويجب أن أوفيه. أين هو الآن؟ قلت لك أين هو الآن؟ هل غادر بغداد؟ والله يا مولاي ما كنت لأكذب عليك، إنه يمكث عند صديق له حتى يتأكد من أن مولاي لن يقتلني. لماذا؟ يخشى أن يأخذني مولاي بذنبه فيكون سببا في موتي. يا نور الدين، الوقت قصير، عليك أن تهرب الآن إلى دمشق. والله يا صديقي لن أبرح بغداد حتى أطمئن على العباس. اطمئن، الخليفة المأمون يعتمد عليه في إدارة الشرطة ولن يقتله أو يسجنه بسببك. يجب أن أتأكد أولا، قال لي إنه سيرسل نائبه ليخبرني ماذا صنع معه الخليفة. ها هو نائب العباس قد حضر. اللهم سترك الجميل. الخليفة في بيتي؟ تفضل بالدخول يا مولاي. أظننت أنك هارب مني؟ لا يا مولاي، بل أراد العباس أن يوفي بوعده معي. ولماذا لم تهرب؟ خشيت أن تأخذه بسببي. والله لرجل في أخلاقك لا يكون مجرما أبدا. هذا ما قلته لك يا مولاي. عفونا عنك يا نور الدين، وستكون أميني في دمشق، تنقل لي من هناك أخبار الراعي والرعية. إنه تكليف بتشريف يا مولاي. أما أنت يا عباس فلك عندي مكافأتان، الأولى لصدقك معي فيما بلغت عن نور الدين، والثانية لأنك أوفيت بوعدك له وكدت تدفع حياتك ثمنا لهذا الوفاء. واحدة من الأميرات الفارسيات بنات يزدجرد كسرى الفرس، الذي فر هاربا بعد أن فتح المسلمون العراق، تزوجت بمحمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت منه ابنهما القاسم، فأصبح جده من أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من أمه ملك الفرس. عندي أخبار مهمة. خيرا يا محمد. علي بن أبي طالب عينني والياً على مصر.
وهل سنرحل معك أنا والقاسم؟ نعم، لم أتصور أن أترك المدينة المنورة أبدا. وأنا أيضا، ولكنها ثقة الخليفة بك ومسؤوليتك تجاهه. مسؤوليتي تجاه الإسلام أولا. تمنيت لو أن القاسم بقي في المدينة حتى يتلقى العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه